وقبل ذلك صور جديدة، نعرض هذه الصور لصور نتائج تفجير مجموعة من هذه الأجهزة الجديدة في أحد الأبنية السكنية في مدينة صيدا اللبنانية في منطقة الغازية بمدينة صيدا، كما كنا نتحدث قبل قليل هنا في الاستوديو مع الزميل علي رباح. هذه التفجيرات مقارنة بتفجيرات أمس علي، واضح أنها أكبر وأخطر، ونشاهد ذلك رأي العين. شاهدت الآن يعني التفجير ضخم، وكأنه تفجير ضخم. نعم. الضغط أيضا ضخم كما شاهدنا، وربما ذلك يبرر الحصيلة الجديدة التي تحدثت عنها وزارة الصحة قبل قليل. تضاعفت الأعداد منذ الساعة إلى الآن بسرعة. كنا نتحدث عن شهيد ومئة جريح، الآن نتحدث عن 300 جريح وتسعة شهداء. بطبيعة الحال عدد الشهداء ارتفع بشكل كبير جدا مقارنة بيوم أمس، كنا نتحدث عن 2800 جريح بداية وتسعة شهداء، ارتفع العدد إلى 12 شهيدا يعني خلال 24 ساعة. ولكن اليوم بدأ هذا اليوم بعد هذا الهجوم بحصيلة مرتفعة، نتحدث عن تسعة شهداء، ربما ذلك يبرر الانفجارات الكبيرة. وأيضا الصور تتوالى عموما على المجموعات، مجموعات الصحفيين، وتظهر حجم هذه الانفجارات والتي أحدثت أيضا الحرائق، إن كان في الشقق السكنية أو أيضا في المحلات التجارية وفي السيارات في أكثر من منطقة لبنانية. ولكن يعني بدر، نعود إلى النقطة الرئيسية، دعنا هنا نشير إلى الصحافة الأجنبية اليوم التي كانت تحدثت، وكان هناك إجماع من المصادر التي تحدثت إلى الصحافة الأجنبية وتقول بأن إسرائيل ربما لم تكن تنوي تفجير هذه الأجهزة في هذه الأثناء، ربما كانت تنوي تفجيرها تزامنا مع أي عملية عسكرية في محاولة ربما لرسم صورة المنتصر أقله معنويا قبل بدء هذه المعارك، ولكنها اضطرت بسبب خرق أمني أو كشف خرق أمني. صحيح. كما تحدثت المونيتور وأكثر ولا الإسرائيلية. إذن في هذه الأثناء الجميع يترقب في لبنان شكل طبعا الحصيلة النهائية. نعم. ماذا يمكن أن يحدث في كل المناطق اللبنانية، شكل هذا الاعتداء وشكل الرد. طيب. على هذا الاعتداء. علي، سأعود إليك للتأكيد في الاستوديو ونعيد التذكير بهذه الصور التي تعرض يعني في الدقائق الأولى لوصولها لنا في التلفزيون العربي. نشاهد لحظة حدوث إحدى تلك التفجيرات، أحد تلك التفجيرات في شقة سكنية في منطقة الغازية بمدينة صيدا. واضح جدا من الصور قوة وحجم هذا التفجير، وكأننا نتحدث عن عبوة ناسفة أو قنبلة صغيرة وليس جهاز مفخخ كما كنا نتحدث. وطبعا هذه الصور تتكرر، سواء شاهدنا أو الصور التي ستصلنا بالتأكيد تكررت في مناطق مختلفة.